السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه قصيدة البردة التي ألفها عاشق الرسول محمد بن سعيد البوسيري رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أمل تذكري جيران بيذي سلامي ما زجت دمعا جرام مقلات بدمي. أم هبت الريح من تلقاء كلمة وأومض البرق في الظلماء من إظامي. فما لي عيني إن قلت اكففها متى وما لي قلبي كإن قلت استفق يهمي. أيحسب صب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم. لولا الهوى لم تريق دمعا على طلالي ولا أرق تالي ذكر الباني والعلمي. فكيف تنكره دم بعد ما شهدت به عليك عدول دمعي والسقمي. وأثبت الوجد خاطي عبرة وظنا مثل البهار على خديك والعالم. نعم سار طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض لذاتي بالآلام. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا لائمي في الهوى المذري معذرة مني إليك ولو أن صفت لم تلومي. عادتك أهلي على سري به مستتر عن الوشات ولا تائب منهسم. مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مهلتني النصح لكن لست أسمعه. إن المحب عن العذال في صممي. إني اتهمت نصيح شيبي في عذلي والشيب أبعد في نصح عن التهم. فإن أمارتي بسوء ما تعظت من جهلها بنذير شيبي والهرم. ولا أعدت من الفعل الجميل قرار ضيفي
من ألم ما برأسي غير محتشمي. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلو للحديث العميم. ولن يضيق رسول الله جاه كبي إذا الكريم تهل لا باسم منتقم. فإن من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا نفسي لا تقنطي من زلة عظمات إن الكبائر في الغفران كاللمم. لعل رحمة ربي هنا يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. والطف بي عبدك في دارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم. وإذا لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. والآل وصحب صوم والتابعين له أهل التقى والنقاء والحلم والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ما رنهت عذابا تلباني ريح صعبا وأطرب العيسى للعيس بالنعم. ثم رضا النبي بكر وأن عمري وأن علي وعن عثمان للكرم. سعيد سعيد زبير طلهة وأبي عبيدة وابن عوف من عاشر الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ ما قصيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ ما قصيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الله 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 عليه توكلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.